بتصريح صلاح سلاح ذو حدين. يعني خوفهم يخليهم يركزوا. هي دي رغبه عند فريق ليفربول كله ان هو يسأل من ان هو يخش المباراه بشكل صحيح. طيب بس هو مش ممكن يكون اختار الاسهل يا عمر؟ ممكن طبعا. يعني ممكن يكون التصريح ده معناه يقول التصريح تصريح فني قصدك ان هو ريال مدريد اسهل. بس هم لما سالوه قال لهم هو ربطها بالفاينل صراحه قال انا عايز ريال مدريد. قالوا له ايه؟ قال لهم امر شخصي. فضحكوا فقال لهم عشان خسرنا منهم في 2018 عايز اقولك ده كان اول فاينل تشامبيونز ليج في تاريخ محمد صلاح. لعب اتصاب وخرج وتعور وعيط وراح كاس العالم من دراعه وجعه وريح اول منه الله رامش يا ربنا يعني انت فاهم قصدي. فممكن فعلا تكون بالنسبه له هي حاجه. بقول لك هي سلاح ذو حدين رايه هو يعني يا تحفيز للفريق كله يعني صلاح وباقي الفريق عندهم الرغبه دي يا هتسخن ريال مدريد على طب تمام ليفربول ماشي ابو مكة. خلينا اقول لك ان هي على الورق بالتاكيد الافضليه الفنيه الاسهل للأسهل. الاسهل كمان لليفربول مواجهه ريال مدريد مش سيتي طبعا اسهل. ليه؟ لان انت بتواجه السيتي كتير فالامور رايحه جايه ما بينكم. بس لما تروح تلعب ريال مدريد هو ماتش واحد وانت دارسه وهو مش عارفك فالامور مبهمه 50-50. كمان انت ككواليتي فريق وكسكواد اقوى انت اقوى من ريال مدريد وبكتير واقوى من السيتي اصلا يعني اكتمال فريق ليفربول اقوى من اكتمال فريق السيتي. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي على الفتره الحاليه ما نعرفش وقت المباراه هيبقى فيه غيابات هيكون فيه قدامنا حوالي 26 يوم تقريبا او 25 يوم يعني. فبالتالي اللي انت بتتكلم على الورق لا فنيا ليفربول اعلى بكتير وعنده ادفانتج عن ريال مدريد وحتى فكره شخصيه البطل مش هتخدمك قوي قدام ليفربول لانه برضه بطل فالموضوع هيبقى موزون. طب احنا ليه دايما مركزين على الجزء النفسي والجزء الاستعداد النفسي والشخصيه والكلام ده كله؟ يعني في الاول في الاخر انت بتلعب فرقتين ابطال فالتفاصيل الصغيره اللي هتحكم. مفيش الفريق الفني الكبير اللي تقدر تقول ان الفريق ده لو عمل كده هيكسب. لا انت الفريق ده لو عمل كده والفريق ده لو عمل كده خلاص ما ده عمل الصح بتاعه ده عمل الصح بتاعه انت عندك معركه. فاللي هيفرق ايه؟ الفريق الاجهز فنيا. لعيب الفينش اقوى لعيب عنده قرار صح الفريق الاجهز نفسيا الفريق اللي مستعد للمباراه الفريق اللي دخل المباراه صح ما استقبلش هدف بات. يعني ليها تفاصيل كتير جدا وتفاصيل صغيره زي مثلا نهايه 2018 ما الفرقتين برده كانوا توب فور كان ده زين الدين زيدان وكريستيانو والقصه الناحيه الثانيه صلاح 34 جول في البريمير ليج واول موسم ليه ويورجن كلوب وبتاع. الفرقه تفصيله صغيره جدا اصابه صلاح وعدم توفيق لويس كاريس 3-1 راح تشامبيونز ليج. عشان كده دايما في المباريات الكبيره دي الامور النفسيه وشخصيه الفريق هي اللي بتحكم. بما ان شخصيه الفريق هتتساوى ما بين الريال وما بين ليفربول يبقى اللي هيخش المباراه نفسيا اجهز هيبقى